اخباركم ايه؟ يا فندم ده محيشاوي مقاتل فرقه 33 من الشعب الميكانيكي المنطقه الغربيه العسكريه. خط خط الارتكاز الامني ميناء السلوم البري جاهز لتنفيذ اي مهمه يا فندم برغم معنويه عاليه. يا فندم لازم اقعد رئاسه الغزو بقوه الارتكاز الامني المشترك جاهز لتنفيذ اي مهمه بروح معنويه عاليه. شكرا. الجزء ده بيجيب كل قد ايه؟ كل 20 و10 يا فندم. 20 يوم شغل و10 ايام اجازه يا فندم. انتوا والافراد ولا؟ احنا والافراد يا فندم. طب والاكل اخباره ايه؟ كويس يا فندم. بناكل في الميز تحت في اسم السلومه يا فندم مكان الاعياش. معاك كام جندي؟ معايا 4 معاونين يا فندم ورقيب اول صوك يا فندم. معاون اول معاون امن علي اسماعيل حسن مؤمن يا فندم من قوات الارتكاز الامني المشترك جاهز لتنفيذ اي مهمه بروح معنويه عاليه يا فندم. معاون محمد سعيد بدر يا فندم من قوات الارتكاز الامني المشترك وجاهز لاي تنفيذ عمليه مشتركه يا فندم بروح معنويه مرتفعه يا فندم. عايزين حاجة؟ شكرا يا فندم. ايوه شكرا يا فندم. عايزين حاجة؟ شكرا يا فندم.